وقعتها كاذبة خافضة رافعة. هنالك مجموعتان من العناصر يمكن أن تكون مقياساً لتقييم الأفراد وميزاناً للنظر إلى الأمور. المجموعة الأولى مجموعة العناصر المادية، والمجموعة الثانية مجموعة العناصر المعنوية. لكي يتبين موقع كل من المجموعتين لا بد أن نشير إلى حقيقة هامة، وهذه الحقيقة أن كل نشأة من النشآت، بل كل طور من أطوار النشأة الواحدة يختلف بلحاظ المعادلات التي تحكمه. كل نشأة من النشآت تحكمها معادلات خاصة، بل كل طور من أطوار النشأة الواحدة تحكمه معادلات تختلف عن معادلات الطور الآخر، ولذلك لا يمكن أن نعتبر المعادلات التي تحكم جميع المراحل معادلات موحدة. ربما هنالك معادلة معينة تحكم نشأة معينة، ولكن هذه المعادلة لا تحكم نشأة ثانية. المثال الواضح والمثال البين لذلك الجنين وهو يعيش في ظلمات ثلاث. هذا الجنين هنالك معادلات معينة تحكمه، هنالك أدوات يستخدم هذه الأدوات في تلك المرحلة الجنينية، ولكن عندما ينتقل من تلك المرحلة إلى مرحلة ثانية هل يمكنه أن يستخدم تلك الأدوات؟ هل تنفعه تلك الأدوات التي كان يستخدمها في تلك المرحلة؟ طبعا كلا. الجنين كيف يتغذى في رحم أمه؟ غذاء الجنين وهو في الرحم يعتمد على الحبل السري، ولكن عندما ينتقل إلى هذا العالم الحبل السري لا يكون فقط مستغنى عنه،
وإنما يكون وجوده في هذه المرحلة الجديدة عبئاً وضرراً على الطفل، لذلك يبادرون إلى قطع هذا الحبل السري. أنتم تلاحظون عندما ينقلب نظام يتبدل ويحل مكانه نظام ثان، النقود التي كانت في ذلك العهد القديم كلها تسقط عن الاعتبار، يعني تلك الأوراق النقدية التي كان بإمكانك أن تشتري بها بيتاً وتسكن فيه، لا يمكنك بهذه الأوراق أن تشتري شيئاً متواضعاً، لأن هذه النقود كانت تنفع لتلك المرحلة، أما في هذه المرحلة الجديدة فقد تبدلت المعادلات. ينقل أنه كان هنالك حاكم يحكم منطقة معينة في إفريقيا، الأداة الاقتصادية اللي كان يعتمد عليها في تلك المنطقة كانت الحديد. الحديد في تلك المنطقة كان قليل الوجود، وباعتبار القانون الاقتصادي المعروف قانون العرض والطلب، الشيء الذي يقل وجوده تكثر الطلبات عليه طبيعيا وتغلو قيمته، فهذا كان يعتمد على هذه المادة لأن هذه المادة كانت قليلة الوجود، والحديد كان هو العملة التي يتعامل بها الأفراد. جاءت المكتشفات الحديدة واكتشاف وتدويل الحديد جاء إلى تلك المنطقة، القاطرات الحديدية والسكك الحديدية والأبواب الحديدية، وإذا بالحديد مرة واحدة يسقط عن القيمة. الآن الذهب ليش عنده قيمة؟ الذهب عنده قيمة لأنه قليل الوجود. إذا كان الذهب كثير الوجود في العالم، أنتوا الآن إذا تحسبون كل الذهب الموجود في العالم أطنان محدودة في كل العالم، فإذا فرضنا أن الذهب أصبح مثل التراب بعد هذا ما إلى قيمة طبيعية، يسقط عن القيمة. الحديد عندما غزا تلك المنطقة بأشكاله المختلفة، وإذا بالعملة تسقط، وإذا بذلك الملك ينهار الحاكم. ليش؟ لأنه كان يعتمد في قوته على قاعدة اقتصادية مكونة من الحديد، عندما سقطت تلك القاعدة ذلك الحكم وذلك الملك انهار في لحظة واحدة. على كل حال المعادلات التي تحكم نشأة معينة ترفع أفرادا وتضع أفرادا، ليس بالضرورة أن تحكم تلك المعادلات نشأة ثانية. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يعبر عن يوم القيامة بوصفين، الوصف الأول خافضة والوصف الثاني رافعة. يوم القيامة الواقعة تضع بعض الأفراد وترفع بعض الأفراد. هنالك أفراد في هذه الدنيا كانت لهم شخصية، كانت لهم مكانة اجتماعية، لماذا؟ لأنهم كانوا قد استفادوا من معادلات هذه الدنيا. ما هي المعادلات التي تحكم هذه الدنيا؟ معادلات الثروة، معادلات القوة، معادلة المال، معادلة الجاه، معادلة العنوان الاجتماعي، ولكن هذه المعادلات حدها إلى
باب القبر. عند باب القبر تسقط كل هذه المعادلات، ولذلك هذا الرجل الذي تأقلم مع معادلات الدنيا ولكنه لم يوفر في نفسه معادلات الآخرة، هذا ينخفض. في الدنيا كان ملكا، ولكنه في يوم القيامة يصبح شخصا عاديا. هنالك في بعض الروايات أن هنالك بعض الأفراد يحشرون في يوم القيامة على صورة الذر. الذر يعني النمل، النملة الصغيرة التي تمشي ولا تتطلعون إليها لصغر جثتها. الأفراد الذين كانت لهم حالة تكبر، حالة فخفخة في هذه الدنيا، لأنه يحمل كمية من الأموال، لأنه عند رصيد في البنك، لأنه عند عنوان اجتماعي وهمي، هذه عناوين اجتماعية موهومة، رئيس ومرؤوس وتاجر وكاسب، هذه أشياء نخدع بها أنفسنا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذا لعب، شايفين الأطفال شلون يلعبون ويتعارفون على الألاعيب التي بأيديهم، هذه كلها عناوين اعتبارية زائفة يخدع بها أبناء الدنيا أنفسهم. هذا الرجل المتكبر المتجبر يحشر يوم القيامة على صورة النمل، ويطأه بأرجلهم أهل المحشر. كل واحد يجي يمر على هذا الرجل، فهذا الرجل الذي كانت له شخصية في هذه الدنيا انقلبت المعادلة وحشر على صورة الذر خافضة. الوصف الثاني رافعة. هنالك بعض الأفراد ما عندهم عنوان اجتماعي، ما عندهم شخصية اجتماعية، ما عندهم معادلات هذه الدنيا، ولكنهم وفروا في أنفسهم معادلات تلك الحياة. في ذلك اليوم وإذا بهم يرتفعون، وإذا بهم يكون لهم مقام يراه الجميع. هذه المعادلات أفراد أقلموا أنفسهم مع هذه المعادلات، وأفراد أقلموا أنفسهم مع تلك المعادلات، فظهرت النتيجة خافضة رافعة. هنالك مثل يضرب، هذا المثل يقال إنه كان لشخص ثلاثة أصدقاء، صديق يهتم به كثيرا، يجلس معه، يسهر معه، يستضيفه، يذهب إلى ضيافته، والصديق الثاني يهتم به بعض الاهتمام، والصديق الثالث لا يهتم به أبدا. في يوم من الأيام استدعاه الحاكم، والحاكم في ذلك الوقت كان واضح المعادلات التي تحكمه، بكلمة واحدة بتهمة واحدة: يا سيار افرش النطع واضرب عنقه. كان هنالك نطع معين، جلد شاة او ما اشبه ذلك يفرشونه ثم يضربون عنقه حتى السجاد ليتلوث بدماء الضحية. هذا الرجل كلش كان مرتبك، ذهب الى الصديق الاول، الصديق الاول الذي كان يهتم به ويعزه ويحترمه، قال له: عرضت لي هذه المشكلة، فماذا تفعل لي؟ قال: لا يأتي مني أي شيء، فقط الشيء الوحيد اللي يجي مني أنه أعطيك ثوبي، أعطيك ثوب من ثيابي، تلبس هذا الثوب وتذهب به أمام الحاكم. قال له: وماذا يجدي الثوب؟ قال: لا يأتي مني أكثر من هذا. فخرج الرجل وهو متأسف ومحزون على ما صرفه
من المال والجهد على هذا الصديق، ذهب إلى الصديق الثاني الذي كان يهتم به بعض الاهتمام، قال له ذلك الصديق: أنا أوصلك فقط إلى باب الملك وأرجع. قال: ما الذي يجديني أن توصلني إلى باب الملك؟ قال: هذا هو الذي يأتي مني. خرج متأسفا محزونا على ما صرفه لهذا الصديق، أخذ يفكر، لم يبق له ملجأ إلا الصديق الثالث. هل يذهب إلى هذا الصديق الثالث الذي جفاه، الذي لم يكن يعتني به، الذي لم يكن يحترمه؟ ولكن لا يوجد هنالك طريق آخر. ذهب إلى باب ذلك الصديق وهو منكس الرأس خجل، وقال له: أيها الصديق، لقد فرطت في أيامي السابقة معك، ولكنني الآن مضطر، عندي هذه المشكلة، فهل لك أن تأتي معي لتخلصني منها؟ قال له الصديق: نعم، سوف أكون معك في كل المراحل حتى أخلصك. ذهب معه ودافع عنه حتى اللحظة الأخيرة. هذا مثال يضرب. الصديق الأول مثال المال، المال الذي يرتكب الإنسان كل محلل ومحرم من أجله، الذي يصرف صباحه إلى الليل ويسهر لياليه من أجله. هذه معادلة تنفع في هذه الحياة. هذا المال يعطيك شخصية اجتماعية، يقال لك الوجيه الفلاني، الشخص الفلاني، ولكن عندما تأتي الأزمة الحقيقية، عندما وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، ماذا يقول لك المال؟ المال يقول لك: لا أستطيع أن أخدمك إلا بكفن واحد، هذا الكفن يعطيه إياك، ما يجديك الكفن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ المال لا يعطيك في أزمتك الحقيقية إلا الكفن وينتهي كل شيء. في يوم القيامة في القبر المال من حيث أنه مال لا يسوى شيئا. وأخرجت الأرض أثقالها، الأرض في يوم القيامة تخرج كل ما في جوفها من المعادن، الذهب والفضة والمعادن القيمة، ولكنها لا تجدي شيئا في ذلك اليوم إطلاقا، مو فقط ما تجدي، وإنما تكون وبالا وحسرة على الإنسان يوم يكوى عليها في نار جهنم، يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا هو المال. المال فقط ينفع ما دام النفس يتردد، فإذا انقطعت الأنفاس المال لا يأتي منه إلا أن يعطيك كفنا واحدا. الصديق الثاني الأولاد تهتم بهم بعض الاهتمام، تعتني بهم، ولكن هؤلاء الأولاد إن وسع الدائرة شبكة العلاقات الاجتماعية، هاي العلاقات الاجتماعية اللي خدعنا أنفسنا بها، هذا صديقي وهذا عدوي، أبيع ديني لصديقي، علاقات اجتماعية، شلون أتخلى عن هذه العلاقة الاجتماعية؟ أرتكب لهذه العلاقات الاجتماعية كل محرم. ولكن عند الأزمة ماذا ينفعون؟ يأتون إلى باب القبر، يذرفون عليك بعض الدموع،
لعدة أيام ثم ينتهي كل شيء. الآن الأموات الذين ماتوا هل نتذكرهم حقيقة؟ إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. يمكن ليلة الجمعة يوم الجمعة يفكر في أمواته بعض التفكير، ولكن انتهى كل شيء. أولادك، أصدقائك، أحبتك، زوجتك، كلهم ينسونك، لأن هاي معادلة هذه الحياة. مو فقط ينسوك، وإنما في يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الزوجة عندما تشوفك من بعيد تشرد منك، لا تريد أن تتورط معك. ابنك عندما يشوفك يوم القيامة يشرد منك. هذه الصداقات كلها تتحول إلى عداوات، لأن هذه الصداقة التي اعتمدت عليها، هذه اعتمدت عليها في هذه المعادلة. أما في تلك المعادلات فلا تجزي إلا المتقين. الصداقات الإيمانية. والصديق الثالث هو العمل الصالح الذي لا نعتني به عادة، لا نهتم به، نضعه في آخر المؤخرة، ولكنه هو الذي يدافع عنا إلى النهاية. أيها الإخوة، هذه المعادلات التي تحكم هذه الدنيا يجب أن لا تحجب بصيرتنا. يجب أن نعرف إنها أدوات مؤقتة، إذا استخدمناها لمعادلات ذلك العالم نفعتنا في ذلك العالم، وإن لم نستخدمها عشنا معها أياما محدودة ثم ينتهي كل شيء. مجموعة من الأشراف الأعيان كانوا جالسين في مجلس، أخذوا يتكلمون بعضهم مع البعض الآخر. كم عندي من الرصيد؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر بالمال، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أنا عندي كذا رصيد في البنك الفلاني، والآخر يقول أنا عندي كذا من المال في البنك الفلاني. وكان هنالك رجل أظن أن اسمه فرهاد مرزة. هذا الرجل كان ساكت، ما يتكلم، لا يخوض فيما خاضوا فيه. قالوا له وأنت ماذا عندك؟ سكت الرجل، أصروا عليه، قال وأنا لي ذخيرة من المال في بنك الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ورزقنا الله زيارته في القريب العاجل إن شاء الله. من ما هو بنك الإمام موسى بن جعفر؟ هل هذا بنك جديد؟ أين يقع هذا البنك؟ قال ذلك الرجل إنه ليس بنكا. هذا الرجل فرهاد مرزا وفق لبناء مرقد الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، جدد البناء. قال إن لي كذا من الذخيرة في بنك الإمام موسى بن جعفر. فسكتوا بأجمعهم. أيها الإخوة، هل بقيت تلك البنوك أو بقي بنك الإمام موسى بن جعفر؟ تلك البنوك نفعت لأيام محدودة، ولكن بنك الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يبقى، وهو الذي يدوم، وهو الذي ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبحت في بيته شاة ذات مرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوزع أجزاء الشاة، أعطوا هذه اليد للمؤمن الفلاني، وأعطوا هذه الرجل للجار الفلاني، وزوجة من زوجاته تنظر.
إلى أن لم يبق من هذه الشاة إلا الرقبة. هذه الزوجة خافت أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى الرقبة، يبقون بلا عشاء. زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يقول كانت تمضي علينا 40 يوما ولا يوقد في بيتنا نار، يعني ما كانوا يأكلون طعام مطبوخ، خبز، تمر، لبن، هذه الأشياء كانوا يتناولونها. خافت أن يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرقبة، فقالت يا رسول الله لم يبق إلا الرقبة، يعني أبق هذه الرقبة لنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله لم يفن إلا الرقبة، لأن كل ما أعطيته في سبيل الله، كل عمل صالح قدمته في سبيل الله، هذا يبقى لك، هذا يرتبط بمعادلات العالم الباقي. كل ما ارتبط بمعادلات العالم الباقي يبقى، وكل ما ارتبط بمعادلات العالم الفاني يفنى. كل هذه الأشياء تفنى وتتحول إلى حسرة علينا. النبي صلى الله عليه وآله يقول لم يفن إلا الرقبة، لأن هذه الرقبة أكلناها، وإذا أكلت هذا الشيء يعني أنك ربطته بمعادلة عالم فان فيفنى، ولكن ما ربطته بالله سبحانه وتعالى هو الذي يبقى لك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحد الصحابة جاء إلى أحد الأئمة صلوات الله عليهم وأعطاه كمية من المال وقال أيها الإمام اشتري لي بيتا. الظاهر أنه كان رجل غريب. ذهب هذا الرجل، عاد بعد مدة، قال هل اشتريت البيت؟ قال الإمام عليه الصلاة والسلام نعم. قال وأين كان ذلك البيت؟ قال ذلك البيت بيت حد منه يجاوره قصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحد منه يجاوره قصر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وحد منه يجاوره قصر فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وحد منه يجاوره قصر الحسن والحسين. قال له يا ابن رسول الله وأين ذلك البيت؟ قال اشتريت لك بيتا في الآخرة. الإمام أنفق هذه الأموال في سبيل الله لعلمه بأن الرجل كان راضيا، واشترى له بيتا في الجنة. بيت الدنيا يرتبط بمعادلات الدنيا، هذا البيت الذي نبنيه ونشرف على كل صغيرة وكبيرة فيه يرتبط بمعادلات هذه الدنيا، يجعل لك شخصية في هذه الدنيا، ولكن هذا البيت لا ينفعك في ذلك اليوم. رجل، أختم الحديث بهذه القصة، رأى في عالم الرؤيا الجنة، جاء إلى باب الجنة، سأل من بواب الجنة، بواب الجنة يسمى برضوان، سأل من رضوان هل تعرف السيد حسن الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، هل هو موجود هنا؟ نظر الرجل في القائمة وقال لا يوجد عندي في قائمتي رجل بهذا الاسم. تعجب الرجل كيف لا يوجد، ومن يقتل في سبيل الله في مضمون الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كيف لا يوجد هذا الاسم في قائمة رضوان خازن الجنة؟
قال له ابن فلان نظر قال لا يوجد لدينا هذا الاسم. كلما أعطى من الأوصاف والعلائم لم يتعرف الخازن على هذا الرجل. يقول مرة واحدة جاء إلى ذهني كتاب الشعائر الحسينية، قلت له هذا الرجل الذي ألف كتاب الشعائر الحسينية؟ فيقول قال الرجل نعم هذا الرجل موجود عندنا ومعروف في الجنة باسم صاحب الشعائر الحسينية، لم يقل إنه ابن فلان أو إنه أخو فلان أو إنه الذي تربطه هذه العلاقات الاجتماعية، صاحب العنوان الكذائي، الشيء الذي بقي له ذلك العمل الذي ربطه بمعادلة دائمة، معادلة الإمام الحسين صلوات الله عليه. أيها الإخوة، من الضروري أن يهتم الإنسان بشؤون هذه الحياة، ولكن يجب أن نعرف أن كلها معادلات تنتهي في لحظة واحدة، ويجب أن نؤقلم أنفسنا مع معادلات ذلك العالم، حتى عندما نأتي في ذلك اليوم لا نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم خافضة، وإنما نكون من الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى في ذلك العالم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.